صارت الأحداث هاي، صار في خطورة على حياتنا، صار في خوف، صار تضرب الدبابة، كان في حد بدنا دبابة تضرب قذائف. بعد المشفى وعاديني قررت اني اطلع من سوريا، ما عاد في امان يعني، صار الوضع صعب. فقررت اقرب نقطه الي كان الاردن، فاضطرينا نطلع تقطيع بسيارات، نطلع مثلا بسياره شي 3 ايام لوصلنا الاردن، من سياره لسياره وتغلب واطفال معي، لا ماكو سياره، اطلع من ضيعه، من محل يعني من ضيعه لضيعه، ما بدل المنطقه اللي مزبوط، بس من ضيعه لضيعه، وحواجز للحكومه السوريه للنظام، في حواجز. سألوني يقولون رايح زيارة على درعا، ما أقول إني طالع الأردن، إذا تقول ما على الأردن بجوز ما يخلوني أطلع. فقلت لهم زيارة، أطلع زيارة، طالع زيارة لعند زيراني لعند معرفتي، لو وصلت تقريبا درعا، من درعا لقيت سيارة، قال بدنا نطلع على لا اسمه جيش الحر، قال بدنا نطلع على هدود، قال على الأردن، قال شو طالعونا كليتنا الأولاد ومعنا كم عيلة يعني، ساعدونا وطالعونا ووصلونا لحدود الأردن، عطوا سلمونا للجيش الأردني، الجيش الأردني عشيك. وجت كلها يعني كل حياتك مخاطرة. دخلونا على مخيم الزعتري. طلبوا مني إثباتيات الشخصية، هوياتي، كل شيء السورية، كل شيء يتعلق بسوريا وبعمان. إلى أطفالي، العيلة كلها كاملة. قدمت لهم إياها. شو في تقرير طبي، شو في امور، قدمت لهم كامل الاوراق المطلوبه من اثباتيات. بعدها تقريبا قابلنا مع الامريكان، مع الحكومه الامريكيه، مغارب يعني، هاي مثل ما بيقولوا محلفين يعني. حكينا القصه كامله، طلبوا مننا نشوف صار معك كيف، شو لك اخوان، شو كذا، حكينا يعني بالتفصيل. كان شعور غير شكل وقت يعني خبرني انه قبول القبول وهيك انبسطنا، شعرنا بريحه نفسيه شيء لا يوصف يعني، فعلا ما توقعنا هيك جينا لهون، شعرنا حالنا بين مثل كان بالنار وطلع الجنه يعني، وضع حياه حلوه فعلا، تفاجئنا وبلد حلوه، هذا حلم انه صار يعني، ما كنا متوقع يوم من الايام نجي على امريكا وشلون جينا، ما يعني حتى بقول لك كيف صارت هيك. عايشين بحلم هيك.